بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، العدوان الثلاثي الانجلو فرنسي على مصر في اوائل 1956، ايدن وانطوني ايدن رئيس وزراء بريطانيا وناصر او جمال عبد الناصر. بدات ازمه السويس الحقيقيه فعلا بعد اقاله الملك حسين ملك الاردن لرئيس اركان القوات الاردنيه الجنرال جلوب. التقارير البريطانية عن جمال عبد الناصر انه يريد ان يصل الى اقصى تعاون فيما ما لا يتعلق بالتحالف العسكري، لان لو رجعنا التاريخ هنلاقي 1952 تنازل الملك فاروق عن العرش، 1954 معاهدة الجلاء، 56 يعني المفروض لسه بقية العساكر الانجليزي موجودين في مصر واحنا عايزين نطلعهم بره، فازاي نعمل تحالف عسكري؟ فالتقارير دي أدت إن الأمور انحدرت إلى طريق سيء. أعلنت مصر أعقاب الغارة الإسرائيلية على غزة إنها أخفقت في الحصول على أسلحة من بريطانيا وأمريكا، وإنها أبرمت صفقة سلاح مع تشيكوسلوفاكيا، ومعارضة مصر الحلف البريطاني اللي عملته في بغداد وضم الأردن ليه. مصر عرضت جدا وبشدة. ففي يوليو 1956 قررت أمريكا إلغاء تموين السد، تموين السد العالي، القرض اللي كان مفروض لبناء السد العالي. فقررت مصر بعدها بسبعة أيام تأميم شركة قناة السويس. فخططت بريطانيا وفرنسا سرا للحرب ضد مصر، بالرغم ان السفن كانت تدفع الرسوم المرور في الشركة القديمة في باريس ولم تكن تدفعها للهيئة المصرية. برغم ذلك لم تتوقف اي سفينة، ولم يقع اي ضرر على اي من الرعاية الاجانب في منطقة قناة السويس وهكذا. في 14 اكتوبر ظهرت فكرة استخدام اسرائيل كذريعة لتبرير التدخل الانجلو فرنسي ضد مصر وهكذا. في 31 اكتوبر قامت القاذفات البريطانية بضرب القواعد الجوية المصرية الرئيسية لتشل تماما فعالية الاليوشن المصري، حاملات القذائف المصرية. ودي حكاية العدوان الثلاثي 1956، والمرة الجاية ان شاء الله هتكلم على صدام حسين.